نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قام سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة بزيارة لعدد من الأسر لمشاركتها احتفالاتها بمناسبة ديوالي ورأس السنة الهندية، حيث نقل سموه تحيات وتهاني صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء لأسر كيولرام وأسر بوتا وهاريداس وغاجاريا وثكير ومالجمال بهذه المناسبة. وقال سموه: إن الانفتاح واحترام المعتقد هي قيم أكدها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى يده الله باعتبارها جزءا أصيلا من ثقافة المجتمع البحريني، استطاعت مملكة البحرين به أن تقدم نموذجها الحضاري التاريخي العميق. ونوه سموه إلى أن ما يقدمه جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه من تعزيز لصور التسامح والتعددية المنسجمة هي منطلقات مهمة في تأكيد نمو المجتمعات الحاضنة للجميع والمتطلعة نحو البناء على أسس حضارية ووطنية قوية، مشيرا سموه إلى مضامين الخطاب السامي الذي توجه به جلالته لدى تدشين رسمي لكرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة سابينزا بروما، حيث عول جلالته فيه على جهود الشباب في تعزيز ثقافة المحبة والتسامح والسلام. وخلال الزيارات قدم سمو الشيخ عيسى بن سلمان تهانيه مشيدا بما تقوم به هذه الأسر من عطاء في خدمة الحياة التجارية والاقتصادية والمجتمع وبما تحرص عليه من التواصل مع الجميع. من جانبها أبدت الأسر اعتزازها بهذه الزيارات التي تؤكد على متانة المجتمع البحريني وتعزيز قيم التواصل والترابط بين أفراده، مشيرين باهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء على مشاركتهم وتهنئتهم بهذه المناسبة وتقديرهم الكبير لما أبداه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة من مشاركة طيبة وما أكد عليه من وحدة وقوة المجتمع البحريني، متمنين لمملكة البحرين المزيد من الرفعة والتقدم في ظل قائد مسيرتها المباركة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى رعاه الله.